عليكم، كنتمنى تكونوا مزيانين ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هاد الغريبه اللي كتجي معلكه وزوينه، مقادير اللي هي جد بسيطه. كنتمنى انها تعجبكم، وبمناسبه حلول عيد الفطر كل سنه وانتم بخير ان شاء الله، بالصحه والسلامه وباش ما كنتمناو بالرزق والتيسير يا ربي. خليكم معايا. صافي، من بعد ما كنجمعوا
العجينه ديالنا كنحصلوا عليها بحال هكا، تمعكوها مزيان باش داك البيض كيمتازج صافي، وكنحصلوا عليها بحال هكا يعني كتبقى كتلصق في يدينا. غادي نخليوها ترتاح، وفي هذه الاثناء راه الفران كيكون شاعل على درجه ديال الحراره 180 غير الفوق، وهذا هو القوام كيف ما كتشوفوا. نخليوها ترتاح واحد 10 دقائق ومن بعد نبداو نلوي فيها نكور فيها. صافي انا هنايا غادي نديرها في سكر كلاصي، وغادي ندير شويه في اللوز ايفيلي، وغنبقى مستمره ان شاء الله حتى نتسالي العجينه اللي عندي. وهذه هي النتيجة ديال الغريبة من بعد ما حطيتها بحال هكا، صراحة كتجي زوينة وكتجي معلكة اقتصادية. صراحة ما كاينش اللي ما كيعرفش هاد الغريبة هادي، يعني